السلام عليكم أعزائي الطلبات، أتمنى إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية ومعنويات مرتفعة. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد المتعلق بالوحدة الأولى من الجغرافيا. قبل ذلك أود أن أشكركم على تعليقاتكم اللي خليتوها لنا في القناة ولا اللي راح تجينا على الخاص. هذا الشيء راه يشجعنا أكثر ويمدلنا دعم وحافز قوي للعمل أكثر فأكثر، فشكرا جزيلا. أذكر كذلك أعزائي الطلبة بضرورة الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلك كل جديد. إذا دون إطالة نمر مباشرة إلى شرح مصطلحات الوحدة الأولى من الجغرافيا. أول وحدة راح تتعلق بالواقع الاقتصادي العالمي. أول وضعية تعلمية وهي إشكالية التقدم والتخلف. هذا المصطلح الأول اللي نشوفه هو مصطلح عالم الشمال. عالم الشمال هو مجموعة الدول الواقعة إلى الشمال من الكرة الأرضية بين دائرتي عرض 30 غربا و 35 شرقا، والنقيض نتاعو عالم الجنوب، مجموع دول الجنوب الواقعة جنوب الكرة الأرضية بين دائرتي عرض 30 غربا و 35 شرقا. لو كان نلاحظوا هنايا مفهوم الشمال والجنوب راه مفهوم جغرافي محض، راه حنا نوقعوهم جغرافيا وفلكيا فقط. نشوفوا الآن مفهومي العالم المتقدم والعالم المتخلف والفرق بينهما وبين عالم الشمال وعالم الجنوب. العالم المتقدم هو مجموعة الدول المتكفية والقادرة على تحقيق الرفاه في مختلف المجالات الواقعة بين دائرتي عرض 30 درجة غربا و 35 درجة شرقا. معناه واش راح نديرو في تعريفنا لي مصطلح العالم المتقدم؟ راحنا نذكروا الخصائص الحضارية تاعو ونزيدوا له الخصائص الجغرافية. معناتها مفهوم عالم الشمال راه جزء من مفهوم العالم المتقدم. قلنا في العالم المتقدم مجموعة الدول المتكفية وقادرة على تحقيق التطور في مختلف المجالات، ونزيدوا لها والواقعة بين دائرتي عرض 30 و 35. معناتها هذا مفهوم العالم المتقدم راه يتضمن مفهوم عالم الشمال. نفس الشيء بالنسبة للعالم المتخلف. العالم المتخلف هو مجموعة الدول العاجزة عن تحقيق التطور في مختلف المجالات وعن تحقيق الاختفاء الذاتي وما إلى ذلك، والواقعة بين دائرتي عرض 30 درجة غربا و 35 درجة شرقا جنوب الكرة الأرضية. معناه كي عرفنا الآن العالم المتخلف رانا ذكرنا الخصائص الحضارية نتاعو وزدنا له الخصائص الجغرافية اللي هو التحديد الجغرافي والفلكي. معناه مفهوم عالم الجنوب هو جزء من مفهوم العالم المتخلف. نمر الآن إلى مصطلح المعيار. المعيار هو قاعدة تسمح بتقييم ظاهرة معينة. قاعدة تسمح بتقييم ظاهرة معينة. المؤشر هو رقم إحصائي يمثل تطور ظاهرة معينة. مؤشر قلنا هو رقم إحصائي يمثل تطور ظاهرة معينة. لو كان نشرحوا المفهومين هذو بمثال، مثلا عندنا الميزان. الميزان هو المعيار في حد ذاته، المعيار هو القاعدة هذا اللي رانا نقيس بها تطور ظاهرة معينة. نمدوا مثال بالمؤشر والمعيار. مثلا عندنا الميزان اللي نوزنوا به، هذاك يسمى قاعدة لتقييم ظاهرة معينة. كي نحطوا فيه كتلة معينة يتغير المؤشر، يروح يؤشر نحو رقم إحصائي معين. إذا هذا راه مؤشر. معناه الميزان هو معيار والرقم الإحصائي اللي يؤشر له الكتلة هو مؤشر. إذا نمر إلى مصطلح الدخل الوطني الخام لو بي إم بي. يسميوه الدخل الوطني الخام ولا الناتج الوطني الخام ولا الناتج القومي الخام، بثلاثة بها مصطلحات لمفهوم واحد، وهو حصيلة ما تنتجه جميع القطاعات الاقتصادية للدولة داخل وخارج البلد خلال سنة واحدة. أعيد، الدخل الوطني الخام أو الناتج الوطني الخام أو الناتج القومي الخام هو حصيلة ما تنتجه جميع القطاعات الاقتصادية، القطاع الأول والقطاع الثاني والثالث، أنا القطاع الفلاحي الصناعي والخدماتي، جميع القطاعات الاقتصادية داخل البلد وخارج البلد خلال سنة واحدة. هذا يسميه البي ام بي، البرودوي ناسيونال بروت. عندنا ايضا الدخل المحلي الخام اللي يسموه البي اي بي، يسموه الدخل المحلي الخام ولا الناتج الداخلي ولا اجمالي الناتج الداخلي، هو حصيلة ما تنتجه جميع القطاعات الاقتصادية للدولة داخل البلد فقط خلال سنة واحدة. الفرق ما بين الداخلي
والوطني أنه الداخلي نحسبه ما تنتجه جميع القطاعات الاقتصادية للدولة داخل البلد فقط، أما الوطني نحسبه فيه داخل وخارج الوطن أو القومي. عندنا الدخل الفردي السنوي، هنا نصحح واحد المفهوم خاطئ وشائع. الدخل الفردي السنوي ماشي معناتها الراتب الذي يتقاضاه العامل، الأجر الشهري تاعو، لا. الدخل الفردي السنوي هو حصيلة قسمة إجمالي الناتج الداخلي، ماشي الوطني، إجمالي الناتج الداخلي على عدد السكان. طبيعة الحال هو فقط حسابي وليس حقيقي. مثلا الدخل الفردي السنوي في الجزائر راه 2024 دولار، ماشي معناه كل فرد في الجزائر راه يدي في السنه 2024 دولار، كاين اللي يدي كثر كاع وكاين اللي ما يديش كاع، معناتها هي فقط قيمه حسابيه فقط. نشوفوا الان مصطلح الاكتفاء الذاتي. عندنا مصطلحين، الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، هذو نخلطوا بيناتهم بزاف. الاكتفاء الذاتي هو قدرة الدولة على تأمين أو ضمان حاجيات سكانها محليا دون استيرادها من الخارج. كي تكون الدولة قادرة توفر الغذاء مختلف الحاجيات تاع السكان محليا دون استيرادها من الخارج، هنا نقولوا رانا في حالة اكتفاء ذاتي، ما راناش في حالة تبعية، لأن النقيض تاع الاكتفاء الذاتي هو التبعية. الأمن الغذائي هو ماذا؟ هو قدرة الدولة على ضمان غذاء سكانها إما محليا بإنتاجه محليا أو باستيراده من الخارج. بإنتاج محلي يسمى أمن غذائي حقيقي، وباستيراده من الخارج يسمى أمن غذائي مصطنع. معناتها الأمن الغذائي كي تكون قادرة الدولة توكل شعبها، المهم راها قادرة توكل شعبها إما بإنتاج محلي أو باستيراده من الخارج. إذن الأمن الغذائي راه يتعلق فقط بمجال الغذاء، أما الاكتفاء الذاتي فراه يشمل مختلف الحاجيات. الأمن الغذائي قادر يكون حقيقي وقادر يكون مصطنع، إما بإنتاج محلي أو باستيراد من الخارج. الاكتفاء الذاتي ما قادرش يكون مصطنع، يكون فقط بإنتاج محلي. هذا الفرق ما بين الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. مروا الآن إلى مفهوم التنمية البشرية. قبل ما نعرف مفهوم التنمية البشرية، أولا نعرف مفهوم التنمية، لأنه جاء المصطلحات نخرجها من مفهوم التنمية. التنمية هي ماذا؟ هي مجموعة الخطط والإجراءات التي تهدف إلى النهوض بقطاع معين. هي مجموعة خطط وإجراءات من قوانين وتدابير وما إلى ذلك، تهدف إلى النهوض بقطاع معين، طبيعة الحال بالاستغلال الأمثل للإمكانيات. كي نمشيو للتنمية البشرية، هي مجموعة الخطط والإجراءات التي تهدف إلى النهوض بقطاع التعليم، قطاع الصحة، الخريطة العمرانية وما إلى ذلك. لو كان نكونوا مثلا نعرفوا في التنمية الاقتصادية، مجموعة الخطط والإجراءات التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الاقتصادي بالصناعة والزراعة والمبادرة التجارية وما إلى ذلك. كنكونوا مثلا في مصطلح التنمية المستدامة، مجموعة الخطط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق التطور في مختلف المجالات بالاستغلال الأمثل للإمكانيات دون المساس بثروات الأجيال القادمة. نزيدوا لها هذه الفكرة، دون المساس بثروات الأجيال القادمة. علاش؟ لأن التنمية تقوم أساسا على الموارد، ولو كان نستنزفوا احنا كاع الموارد، الأجيال القادمة ما تلقاش موارد باش تدير مشاريع تنموية، وبالتالي ينعدم لديها شرط الاستدامة. معناه باش تكون تنمية مستدامة لازم نزيدوا لها هذاك العبارة تاع دون المساس بثروات الأجيال القادمة. نمشيو الآن إلى مؤشر التنمية البشرية. كاين فرق ما بين التنمية البشرية ومؤشر التنمية البشرية. مؤشر التنمية البشرية هو مقياس تأليفي. واش معناه تأليفي؟ بدوره يتألف من عدة مؤشرات، هو مقياس تأليفي لقياس درجة تقدم الدول، يتكون من أمد الحياة، نسبة التمدرس، والدخل الفردي السنوي، وله ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه يكون ما بين 0 و 0.5، في هذه الحالة الدولة راها متخلفة. الحالة الثانية ما بين 0.5 إلى 0.8، في هذه الحالة الدولة لها متوسطة التطور. الحالة الثالثة يكون أكبر من 0.8، وفي هذه الحالة الدولة لها متطورة. نمروا الآن إلى مصطلح العالم الثالث. العالم الثالث عندنا فيه مفهومين. كاين أولا نشوفوا المفهوم تاع ألفريد صوفي اللي جابوه سنة 1952. لاحظ جيدا، سنة 1952 العالم راه يشهد الحرب الباردة وصراع بين معسكرين رأسمالي واشتراكي. معناه
كل معسكر يحاول تشويه سمعة المعسكر الآخر. ألفريد صوفي بطبيعة الحال هو مفكر اقتصادي فرنسي. وش يقول ألفريد صوفي في تعريفه للعالم الثالث؟ يقول بالعالم الثالث هو مجموعة دول حديثة الاستقلال، العالم الثاني هو مجموعة دول الاشتراكية، والعالم الأول هو مجموعة دول الرأسمالية. معناتها راه يصنف دول العالم الرأسمالي في المرتبة الأولى ودول العالم الاشتراكي في المرتبة الثانية. معناتها راه يروج لصورة المعسكر الرأسمالي، ودول العالم الثالث هي دول حديثة الاستقلال. غير باش نفهموا منظور ألفريد صوفي للعالم الثالث والأول والثاني. التعريف الحديث للعالم الثالث هو ماذا؟ هو مجموعة دول سائرة في طريق النمو، ويعرف كذلك بأنه مجموعة دول النامية، وأغلب هذه الدول هي دول بترودولارية تعتمد على عائدات المحروقات. هذه الدول اكتسابها لمادة البترول سمح لها بتحقيق نوع من التطور. هذا مفهوم العالم الثالث، وفي الدرس راكم قريتوا مفهوم العالم الأول، العالم الثاني، العالم الثالث والعالم الرابع. إلى مصطلحات الوضعية التعلمية الثانية اللي هي إشكالية المبادلات والتنقلات في العالم. عندنا المصطلح الأول اللي هو المواد الأولية، هي الثروات الطبيعية السطحية والباطنية المعدنية والطاقوية، والتي تعتبر مواد أولية لأي نشاط صناعي. علاش سميت بالمواد الأولية؟ لأنه أي نشاط صناعي ما يقدرش يقوم بلا بها، وقلنا هي أنواع سطحية وباطنية معدنية وطاقوية. المفهوم الثاني اللي هو المبادلات التجارية، هي تنقل السلع بين الدول في حركية تجارية وفق قانون العرض والطلب. المبادلات التجارية نقدر نقولها هي صادرات وواردات أو عرض وطلب. ثم أن مصطلح آخر هو الأسواق العالمية، هي فضاءات تتم فيها التبادلات التجارية وفق قانون العرض والطلب. المفهوم البسيط للسوق هو فضاء يتم فيه العرض والطلب، معناه البيع والشراء، وفق قانون ماذا؟ وفق قانون السوق، وقانون السوق هو العرض والطلب. عندنا أيضا مفهومي الإنتاج والإنتاجية، وش هو الفرق بينتهم؟ الإنتاج هو المردود الاقتصادي المتعلق بالزمن الطويل، شهر أو سنة. الإنتاجية هي المردود الاقتصادي المتعلق بالزمن القصير، مثل الثانية، دقيقة، يوم. معناتها الإنتاجية هي وتيرة الإنتاج. كي نقدروا نحسبوا المصنع في كل ثانية شحال ينتج، نقدروا نحسبوا في الشهر شحال ينتج. عندنا مصطلح الاستهلاك. الاستهلاك هو عملية إفناء السلعة أو الخدمة. واش معناتها راني نستهلك في سلعة؟ معناها راني أفني وجودها. ثم عندنا مفهوم الاستثمار. الاستثمار، شوف كيما الاستهلاك استثمار، كاع الكلمات اللي نوجدوها على وزن استفعال هي اسم فعل بمعنى الطلب. كي نقولوا استفهام معناتها طلب الفهم، كي نقولوا استثمار معناتها طلب الثمار. معناتها الاستثمار هو توظيف المال من أجل المال، أو توظيف الأموال في مشاريع اقتصادية من أجل تحقيق الأرباح. عندنا الشركات متعددة الجنسيات، وتسمى كذلك بالشركات عابرة القارات. هي شركات تعود ملكيتها لأشخاص من جنسيات متعددة، رأس مالها كبير جدا. أصبحت هذه الشركات تشكل أخطبوط الاقتصاد العالمي وتهيمن على جميع مبادلاته التجارية العالمية. على مصطلح رؤوس الأموال، رؤوس الأموال معناتها قيم وسيطية زائد سيولة مالية. واش معناتها سيولة مالية زائد قيم وسيطية؟ السيولة المالية هي لارجون ليكيد، النقود الورقية والمعدنية. أما القيم الوسيطية معناه ما يمكن تقويمه نقدا وهو ليس بنقد. مثلا القلم هذا هو ليس نقود، لكن يمكن تقويمه نقدا، يمكن إعطاؤه قيمة نقدية، قيمة مالية. نقول مثلا يدير 20 دينار. إذا كي يكونوا نحسبوا في رأس المال العام للمشروع، نحسبوا السيولة المالية اللي راها عندنا من أوراق نقدية ونقود معدنية، ونزيدوا نحسبوا القيم الوسيطية، الآلات، المعدات، العقارات، كاملة تدخل في رأس المال. عندنا مصطلح العملة. العملة هي وحدة نقدية لقياس قيمة السلع والخدمات. كيما مثلا بالكيلوغرام نقيسوا الأوزان، بالدينار نقيسو قيمة العملة. كي نقولوا هذا القلم يدير 20 دينار، واش رانا نديرو دوك؟ رانا نقيسو له في القيمة نتاعو اللي هي 20 دينار. إذا العملة هي وحدة نقدية لقياس قيمة السلع والخدمات. العملة الصعبة هي العملات القابلة للتحويل إلى الدولار.
والتي يتم التعامل بها في الأسواق العالمية، وهي الدولار الأمريكي، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، والأورو الأوروبي. أما مصطلح البرميل وهي وحدة قياس إنجليزية تعادل 159 لتر، تستعمل لقياس البترول بالطبق. أما مصطلح اقتصاد السوق، اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي قائم على قانون العرض والطلب. وش معناه قانون السوق؟ قانون السوق معناتها السوق هو اللي يحدد الأسعار. نعطيك مثال، أنا يا مثلا نمشي للسوق نبيع طماطم، نلقى جاري يبيع في الطماطم ب60 دينار، وجاري أغوش يبيع فيها مثلا 65 دينار، نجي أنا وندير لها 100 دينار، احتمال باش يشرو عليا راه ضعيف. اوكي، لانه السعر هنا 60 وهنا 65، لو كان عاود نجي ندير لها 5 دنانير فقط، هنا يا 60 وهنا 65 وهنا 5 دنانير، كذلك احتمال باش يشريو عليا راه ضعيف، لانه للمشتري يشك يقول ممكن هذه سلعه مع ماشي ذات جوده عاليه. معناتها في هذه الحاله انا راني حر في تحديد السعر، مانيش حر، السوق هو اللي راه فارض عليا السعر، هو اللي راه فارض عليا آلية تحديد السعر، ما نقدرش نخرج عن السعر العام المتعارف عليه في السوق، وإلا البضاعة تتعرض للكسر. عندنا مصطلح التراست، تراست هو اندماج مؤقت لمجموعة شركات تمارس تخصصات مختلفة، اندماجا تفقد معه هذه الشركات استقلاليتها وشخصيتها. بمعنى مجموعة شركات، هذه شركة تاع نقل، هذه شركة تاع توزيع، هذه شركة تاع استخراج، هذه شركة تاع إشهار، هذه شركة، يجتمعوا كاع في شركة واحدة بموجب عقد مؤقت بطبيعة الحال. من إلى هذا العقد المؤقت لا يسمح لهم بممارسة نشاطاتهم خارج هذا العقد. معناها أنا عندي شركة نقل، ما نقدرش ننقل الأشخاص الآخرين، ننقل فقط الأشخاص اللي راني متعاقد معهم في إطار التراست. هذا واش معناه تفقد شخصيتها واستقلاليتها. وعود عندنا مفهوم الكارتل، الكارتل اللي هو أيضا اندماج مؤقت لمجموعة شركات بصح تمارس نفس التخصص، اندماجا تحتفظ فيه هذه الشركات باستقلاليتها. الفرق بين التراست والكارتل هو ماذا؟ في الكارتل، الكارتل تسميه إسبانيا، الأصل تاعها كارتل دي لوس سوبوس، عصبة الأقوياء. الكارتل عدة شركات تمارس نفس التخصص، معناها احنا كاع شركات نقل نندمجوا بيناتنا في شركة واحدة، اندماج مؤقت من تالتات لتالتات. بصح في هذه الحالة نقدر ننقل أنا نمارس النشاط نتاعي في إطار هذا العقد مع هذا اللي راني متعاقد معهم، ونقدر ننقل مع أشخاص آخرين من خارج الشركة اللي راني متعاقد معها. معناتها راني محتفظ باستقلاليتي وشخصيتي المعنوية. وكل من التراست والكارتل نوع من أنواع التكتل تمارسه الشركات من أجل السيطرة والهيمنة على السوق. عندنا مصطلح البورصات، البورصة هي ماذا؟ هي سوق لتداول أوراق المالية فقط، يتم فيها ماذا؟ تحديد أسعار العملات، كل عملة شحال تدير مقارنة بالدولار، ويتم فيها كذلك تحديد أو تسعير المواد الأساسية كما القمح، البن، البترول، الذهب، الفضة وما إلى ذلك. أشهر البورصات في العالم راها بورصة نيويورك اللي هي بورصة وول ستريت، كذلك بورصة شيكاغو، بورصة لندن، بورصة طوكيو، بورصة بكين، بورصة فرانكفورت، هذه أشهر البورصات العالمية. عندنا مصطلح الأسهم، الأسهم هي حصص مالية تمثل ملكية شريك في مشروع معين، قلنا هي حصص مالية تمثل ملكية شريك في مشروع معين. عندنا شركة عادة توجدها مكتوبة فيها SPA Société par Action، معناتها هذه شركة بالأسهم، معناها هي شركة تعود ملكيتها لعدة شركاء، بصح الشركاء هادو ماشي قاع دافعين نفس القدرة في نصيب رأس المال. مثلا رأس المال تاعها 100 مليون، أنا ندفع 10 ملايين، أنت تدفع 20 مليون، هذا كي يدفع 30 مليون، الآخر يدفع 40 مليون، كي نجيو لاقتسام الأرباح كل واحد يدي نسبة الأرباح على حساب نسبة رأس المال اللي راه مساهم فيه. مثلا أنا اللي راني مدافع 10 مليون ندي على حساب 10 مليون، لأنه كل مليون راه يقابل واحد سهم. عندنا مصطلح أيضا السندات، السندات هي صكوك مؤجلة الدفع، معناتها صكوك غير قابلة للدفع آنيا، مؤجلة، عادة تعطى للمستثمرين اللي ينقذون مثلا الدول من أزمات مالية وتكون على شكل
امتيازات، قدرة تكون كذلك على شكل فوائد كبيرة. معناه سندات فاش تختلف عن الشيكات أنها شيكات مؤجلة الدفع حتى تصل حتى لمدة 30 سنة. منظمة الأوباك هي منظمة الدول المصدرة للبترول. نقول منظمة الأوباك ولا منظمة الأوباك هي كيف كيف، السي هذيك تاع الكونتري الإنجليزية والبي تاع بي بالفرنسية. إذا قلنا هي منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول، تأسست بها في الاجتماع المنعقد بين 10 و 14 سبتمبر 1960 ببغداد، مقرها بفيينا. تأسست من طرف خمس دول اللي هي السعودية، العراق، إيران، الكويت وفنزويلا، ثم انخرطت بعد كل من الإكوادور، الجزائر، ليبيا، أنغولا، نيجيريا، الإمارات العربية المتحدة. تأسست هذه المنظمة من أجل حماية أسعار البترول. منظمة الأوباك تسير وفق ما يسمى بنظام الحصص. وش معناه نظام الحصص؟ معناه تسقيف الإنتاج، تخصيص حصة من الإنتاج لكل دولة من دول الأوباك لا ينبغي لها تجاوزها، لأنه لو كانت تبقى كل دولة تنتج حال ما بغت غادي يكثر الإنتاج، معناه يكثر العرض، وكلما كثر العرض ينقص السعر. مثلا كما نشوفوا مؤخرا السعودية خرقت نظام الحصص ولا تنتج بزاف، ماذا حدث لسعر البترول؟ انخفض. ثم أن مصطلح تبييض أو غسيل الأموال، وهو توظيف أموال اكتسبت بطريقة غير شرعية في مشاريع شرعية. مثلا واحد يجيب لنا دراهم من أرباح المخدرات أو المتاجرة بالممنوعات، راه عنده رأس مال، واش يدير له؟ يفتح به محل تجاري ولا يدير به مشروع استثماري. هذا المشروع الاستثماري أو المحل التجاري راه نشاط شرعي لا يعاقب عليه القانون، هو نشاط قانوني. في هذه الحالة واش دار الأموال تاعه؟ راه غسلها، جابها من صفة لا شرعية ودخلها في مشروع شرعي. عندنا أيضا مفهوم البطالة. البطالة هي عدم توفر فرص العمل للأشخاص في سن العمل والقادرين عليه فعلا. معناه باش نسميه شخص بطال لازم يكون أولا في سن العمل، وسن العمل القانونية اللي راه محددة من طرف المكتب الدولي للعمل اللي هي من 20 سنة إلى 65 سنة بأقصى تقدير. أولا لازم يكون في السن، معناتها طلبة والتلاميذ ما يتصنفوش مع فئة البطالين لأنهم مازال ما وصلوش السن القانونية للعمل. كذلك مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة لا يصنفون مع البطالين بل يصنفون مع ذوي الاحتياجات الخاصة. لماذا؟ لأنهم غير قادرين على العمل في بعض أنواع العمل بطبيعة الحال. على كل حال، والبطالة أنواع، هناك البطالة الهيكلية، البطالة المقننة، وما يهموناش حنايا هذه الأنواع كثيرا، يهمنا فقط المفهوم العام للبطالة. مصطلح آخر اللي هو البنوك. كي نبغوا نعرفوا البنك دائما هو مؤسسة مالية. البنك ليس مؤسسة اقتصادية، هو مؤسسة مالية عندها ثلاث مهام: حفظ، إقراض، وتوظيف الأموال. البنكة واش دير؟ تحفظ الأموال، تدي الأموال تاعك تخبيها في البنكة، كذلك توظيف الأموال تستثمر لأن البنوك ثاني عندها المشاريع تاعها، وإقراض الأموال تمد القروض. هذه ثلاث مهام أساسية للبنوك. عندنا كذلك مصطلح تكنولوجيا المعلومات، وهي عملية تبادل المعلومات عن طريق أجهزة الإعلام الآلي، عن طريق شبكة الإعلام الآلي أو الحاسوب. مصطلح آخر أيضا اللي هو العولمة، وهو جعل الظواهر المحلية ظواهر عالمية أو تعميم نفس القالب الاقتصادي الموجود في دولة معينة. طبيعة الحال شكون الدولة اللي عندها القدرة على تعميم نفس الظاهرة الموجودة عندها على العالم كامل؟ هي الدولة القوية المتمكنة من وسائل الإعلام ومن وسائل الدعاية. عندنا مصطلحي أيضا الإشهار والدعاية. الإشهار والدعاية معناتها فن التعريف بالسلع والخدمات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، معناها هي فن وعلم في نفس الوقت باش نشهروا بالسلع ونعرف بها. مصطلح أيضا التجارة الإلكترونية، وهي عملية البيع والشراء عن طريق الإنترنت، معناها عن طريق الإنترنت تشوف المنتج اللي عجبك وتقتنع. إذا كانت هذه مصطلحات الوحدة الأولى في الجغرافيا اللي هي الواقع الاقتصادي العالمي. شكرا جزيلا أعزائي طلبة المتابعة، إن شاء الله هذه الشروحات تكون ذات فائدة لكم. ما تنسوش تفعلوا الجرس وبارطاجيو مع الزملاء تاعكم لتكون الفائدة عامة. إلى لقاء قريب مع مصطلحات الوحدة الثانية إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.